بالنظر إلى مساحة أراضي الجماعة السلالية المهمة والتي تناهز 15.6 مليون هكتار، واعتبارا لتوزيعها الجغرافي الذي يهم مجموعة التراب الوطني، وكذلك تنوع خصائصها ما بين فلاحي سقوي وبوري وغابوي ورعوي وحضري وشبه حضري، فإن هذه الأراضي مطالبة بلعب أدوار اقتصادية مهمة في ميادين الفلاحة والرعي والسكن والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة والمناجم والمقالع إلى غير ذلك من الأنشطة ذات الوقع الاقتصادي والتنموي. وانسجاما مع الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها هذه الأراضي، فإن مصالح وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تعبئة هذه الأوعية العقارية، وكذا على تأطير وحث ملاكها من أفراد الجماعة السلالية من أجل الانخراط في الدينامية التي أسستها المبادرات الملكية السامية من خلال الأوراش الهامة التي كرستها الإصلاحات التي عرفتها أراضي الجماعات السلالية من قبيل تنمية الاستثمار الفلاحي فوق الأراضي السلالية من خلال تعبئة مزيد من العقارات عفوا، حيث تم رصد ما يزيد عن 100,000 هكتار للكراء. تمنيت الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء جماعات سلالية لتشمل ما لا يقل عن 670,000 قطعة أرضية تم جردها وإحصاؤها بمساحة إجمالية تناهز 1.26 مليون هكتار. استكمال عمليات تمنيت الأراضي الفلاحية الواقعة في داخل دوائر الري بالمجان لفائدة ذوي الحقوق لتشمل ما لا يقل عن 347,000 هكتار، حيث تم لحد الآن تحفيظ 259,000 هكتار وتجزئة ما يناهز 98,000 هكتار واستخراج ما يقارب 10,000 رسم عقاري. هذا بالإضافة إلى البرنامج الذي باشرته الدولة مع برنامج تحدي الألفية، إذ تم استخراج 6783 رسما عقاريا لمساحة ناهزت 49,000 هكتار. حصر وجرد الأرصدة العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية المختلفة بالمجالين الحضاري وشبه الحضاري، حيث مكنت هذه العملية من ضبط 41,000 هكتار بالمجال الحضاري و 418,000 هكتار بالمجال شبه حضاري قابلة للتعبئة من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية المباشرة.